السلام عليكم. يلا بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاب ده اسمه إسماعيل محمد، عريس الجنة. الله يكون في عون عروسته اللي ملحقتش تفرح معاه وتبني حياتها معاه. الله يكون في عون أمه وأبوه وأهله. الله يكون في عون كل شخص مقرب منه. الشاب ده اسمه إسماعيل محمد عبد الصمد من الشرقية. كان شغال في الخارج في إحدى دول الخليج حوالي 5 سنين. 5 سنين حرم نفسه من حاجات كتير جدا، بيشتغل ليل نهار، بيكافح علشان يساعد أهله ويساعد نفسه ويتجوز ويجيب الشقة. وفعلا نزل مصر، تمام؟ يعني نزل قبل فرحه بحوالي 10 أيام. وزي كل الشباب يا عيني، نزل مضغوط، نزل علشان يراضي أهله ويراضي خطيبته ويكتب كتابه، وعلشان كمان يحضر لفرحه ويعزم الناس. طبعا احنا عارفين الضغوطات كلها. راح طبعا لزوجته في أو لخطيبته في القاهرة علشان يحدد ميعاد كتب الكتاب والفرح وكل شيء، وبالفعل عمل الفرح هناك في القاهرة. وطبعا طول اليوم ده زي ما احنا عارفين كان مضغوط، ومقضيها تصوير مع اصحابه ورقص مع زوجته في الفرح طول الفرح. طبعا هو مش سائل في نفسه في اكل في شرب. في بعض الناس بتقول ان هو جاله يا ربي هبوط حاد في الدوره الدمويه بسبب ان هو عنده ضغط شديد يا عيني، عاوز يراضي كل الناس، عاوز هو يفرح كل الناس تفرح معاه. المهم وهو راجع من القاهرة رايح قريته في الشرقية جات له أزمة قلبية. وقبلها كمان هو في الفرح يقال ان هو جاله اصلا وغزة في صدره، ولكن ما عملهاش اي اهتمام، فضل يرقص ويكمل وما اهتمش، قال يمكن وجع عادي. وهو يا عيني رايح يا ربي في عربيته جاله أزمة قلبية واتوفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعة كبيرة يا جماعة، رغم إن احنا بنسعى وعايزين نعمل مشاريع وعايزين نكسب فلوس وعايزين وعندنا طموحات وعندنا أهداف، ممكن في لمح البصر كل ده يروح مننا. لازم بجد إن احنا نتعظ من كل الأمور دي. الفجعة إن الشاب ده راح بره كافح وتعب واشتغل وجي خلاص بيحقق حلمه، ولكن طبعا هو مش هيعز على اللي خلقه، هو مش هيعز على ربنا عز وجل. هو عريس في الجنة، هو في مكان أفضل مليون مليون مرة من الدنيا الفانية. ولكن عايزين نتكلم على بعض الأمور المهمة جدا اللي بيسبب أزمة قلبية. راجع نفسك، هل أنت بتنام كويس ولا لا؟ هل أنت عندك سكري مثلا ولا لا؟ ضغط الدم عندك ايه نظامه؟ هل دلوقتي انت شخص بتزعل كتير، بتتوتر كتير، بتتعصب كتير ولا لا؟ في ظاهرة اسمها البروكن هارت، القلب المكسور من كتر الزعل ممكن تصاب بهذا. وزنك، هل وزنك زايد ولا لا؟ تمام؟ هل انت بتمارس رياضة ولا لا؟ هل نسبة الكوليسترول عندك مفيدة ولا لا؟ هل انت بتاكل اكل صحي ولا لا؟ طبعا هو كل شيء قضاء وقدر، ولكن بناخد بالاسباب. طيب الشاب اسماعيل ربنا يرحمه يا رب العالمين، لما دلوقتي حصل له الازمة دي، هل الناس اللي حواليه كان عندها ثقافة الاسعافات الاولية؟ مش بهزر يا جماعة، في ناس بتقولي لا هو قدره، انا معاك بس انت لازم تاخد بالاسباب. هل انت وديته المستشفى بعد قد ايه؟ طب هل انت اسعفته؟ المفروض دلوقتي حضراتكم لو في شخص فقد الوعي مرة واحدة لازم اتأكد النبض بتاعه شغال ولا لا، النفس بتاعه شغال ولا لا. لو قلب وقف انا لازم اعمل له CPR، بضغط على قلبه بمعدل حوالي 30 ضغطة وبديله نفسين. هسيب لكم الرابط في اول الفيديو لو في حد اتعرض لأزمة قلبية وانت لسه ما وصلتش المستشفى او مفيش اسعاف جنبك، ازاي تسعفه لحد ما توصل. الثانية بتفرق. لا اله الا الله، البقاء لله، ان لله وان اليه راجعون. الله يصبر يا رب زوجته اللي ملحقش يتهنى بيها وهي ملحقتش تتهنى بيه. الله يكون في عون امه وابوه واهله واصحابه. لا حول ولا قوه الا بالله، مش هيعز على اللي خلقه. ان لله وان اليه راجعون. عريس الجنه منتظر تعليقات حضراتكم. السلام عليكم.